ايه يا غزلمان، انت عامله باين عليك عامله بصيمه. ادخلي ادخلي ادخلي. ايه ده، انت حاطه مانيكير؟ وريني. ادخلي، باين عليك عامله مصيبه. ادخلي ادخلي ادخلي. الصراحه نهار ابيض على ايدك، انت حاطه في ايدك ده، ده مانيكير ده؟ امال ده ايه؟ الصراحه تعالي صوتك عشان الصوت ده الناس زعلتني، عشان كان في امتحان مره غششت من واحده صاحبتي. غششتي من واحده صاحبتك ليه وانت مش بتذاكري؟ ما انت اصلا لو بتسيبي التليفون شويه تذاكري ولا تركزي وانا قاعده بذاكر معاكي ولا الميس بتذاكر معاكي كان حالك جبتي الدرجه النهائيه من غير ما تغشي. طب بصي، لو انا عالي صوتك عشان الصوت ده، لو انا جبت لك يعني هديه عجبك قوي وديني اي حته انا عايزاها. لو جبتي لي هديه اي حاجه يعني. دي اصلا اللي انت عملتيه النهارده ده ما ينفعش معاه هديه. انت اصلا المفروض تتعاقبي. ماما طب تعالي جوه شويه كده عشان الصوت ده. ماما خشي خشي جوه كده في الاوضه بتاعتك عشان الصوت. ها انا الصراحه تعملي فيا مقلب؟ سوبر ستودنت. واو بجد كتير مبسوطة أنا. طب سؤال بس، يا السعودية كتير مبسوطة. عايزة أسأل سؤال بس، إيه اللون اللي في إيدك ده؟ وريني المانيكير ده. عارفة القلم اللي أنا كسبته في شيبسي؟ أكتر من المانيكير. وده ينفع؟ ده ينفع أخدة السوبر ستودنت وجاية لي بإيدك مش نظيفة؟ سؤال بس، ده ينفع؟ ده ينفع سؤال؟ لا هو احنا هنعمل ايه؟ لا هو انت اصلا النهارده تؤمري يعني، النهارده قولي انا عايزه اروح في اي حته. انا عايزه ملاهي. وايه تاني؟ بس ملاهي؟ طب وايه رايك يا ستي ان انا هوديكي تتفسحي واجيب لك اللي نفسك فيه وتتغدي بره وبعدين اوديكي الملاهي؟ ايه رايك بقى؟ ماشي. اوكي؟ اوكي. وريني وريني، كتير مبسوطة بجد بجد. انتي روحي والله مبسوطة. انا كتير عشان بقول كتير مبسوطة. انا مبسوطة اوي اوي يا غزل. خلاص كده مبسوطة. مين قطعها كده؟ عشان بص وهو كده راجل ورا بيوقف يعني فكلهم. طيب انا فرحانة اوي والله ومبسوطة بجد. النهاردة هعمل لك كل نفسك فيه و اروح الملاهي واروح اتفسح، اروح اجيب اللي انا عايزاه كله. كل اللي انت عايزاه. تقولي لا. لا ممنوع اقول لا النهاردة لغزل اي حاجة. بعد جايبت لي سوبر ستودنت. بكرة بقى يعني لسه هشوف انت. هجيب لك الجائزة بتاعت القرآن. لا لسة؟ يعني بجد؟ ايه يا ماما؟ استني ايه يا ماما؟ في حاجات ايه؟ ايه؟ يعني هاخد بتاع القرآن لسه، يعني لسه اشوف. اوكي اوكي خليها مفاجآت، خليها مفاجآت، ما تقوليليش، خليها مفاجأة عشان ابقى متفاجأة. نوت القرآن عادي، بتاع القرآن هو بتاع الصلاة. بس انا زعلانة منك عشان انت لمونتي ضوافرك، بس الشهادة دي بصراحة يعني اوكي انا موافقة يعني. ماما ما عرفتيش لسه احطه بس خايفة يعني. لا مش هنزوه، انا هبروزها لك في برواز واحطها لك هنا على المكتب بتاعك. زي دي يعني؟ ايوه زي دي كده. الله بجد؟ والله. خلاص؟ اوكي؟ موافقة؟ يلا باخدي شاور عشان نلبس ونروح نشوف انت عايزة تروحي فين النهاردة هوديكي. اوكي؟ يلا جو! انت غلسة. انا مش فاهمة انت عايزة ايه؟ عايزة ايه طيب؟ عايزة ايس كريم، بس عايزة جبتلك اوكي قلتلك هجيبلك اللي انت نفسك فيه كله. لا انا عايزة دلوقتي، مش عايزة وانا ماشية. ما انا مش هينفع اكل يزا وتيتو هيبهدلوا نفسهم. انت تعملي عصير، عصير عصير ايه؟ عايزة كولا يعني. هاي زوز عايزة ايه؟ جبتي كل عايزه ايه تاني؟ شبعت يا تيتو؟ ها؟ لقيت فيها تلج؟ طب يلا تعالي. ماما عادي عادي. ماشي. عايزه خايف تطلع بيها على السلم؟ ماشي هاتي هاتي يلا. ماشي يلا. في اديداس. ايوه حلو قوي، في كوتشيز لذيذ قوي. انا
عايزه اديداس؟ ده على ده. عايزه اديداس؟ اه بليز. وانا لسه جبت ال انت هتزليني بالسوبر ستودنت؟ ها؟ انت هتزليني بالسوبر ستودنت؟ سوبر ستودنت دي لنفسك يعني، انت بتنجحي بتنجحي عشان نفسك عشان انت تبقي كويسه، ولا عشان تفرحيني؟ عشان افرحك. ربنا يخليكي ليا يا رب. برضه اخويا يعني. يلا بينا، خلي بالك عشان سلام. يلا ايه طلعت لوحدك؟ طب يلا بينا، يلا تعالي. بس انا عايز كوتشي تاني عشان ابقى عندي كتير. عايز كوتشي تاني؟ اه عايز كوتشي تاني عشان يبقى عندك كوتشيات كتير؟ اه والله. اه ودغي صالح؟ طب ليه؟ طيب صالح عمل لك ايه؟ مش حوده حبيبك برضو؟ صالح قال لك انت مش صاحبك؟ حقك عليا. يلا بينا تعالي. انا صالحني. صالحني؟ طيب يلا. ها انت قلتي عايزه كوتشي مش عايزه اكسسوارات. لا انا عايزاه. قلت لك السوبر ستيودنت راحت فين؟ السوبر ستيودنت راحت. لا كل شويه هزيل لك بيها. بس هسيبي لما فيش. ماشي ماشي. طب اوكي، بس انا ممكن اقول لك على حاجه؟ لا اشتري اللي انت عايزاه، بس اشتري حاجه انت بتلبسيها، ما تجيبيش حاجه انت بتركنيها في البيت وفي الاخر ما بتلبسهاش. معلش لا والله ما بتلبسهاش. لا والله راحت لي السوبر ستيودنت، هقطعها لما اروح لما جبتليش اي حاجه معايا. اللي انت عايزاه جيبيها. بس ليه احلى يعني؟ بس دي مالكي دعوه، دي حطها اصلا مش هستغربك. يا دي ماشي، يا دي ماشي. انا بالنسبه لي ولا ده ولا ده ولا ده، لان انت مش بتلبسيهم اصلا. ها تعالي هنا، تعالي كده، تعالي كده، تعالي كده. تعالي كده، تعالي كده. اللعبة اهو، تعالي. ها لو حلو. هنا في حاجات شمع وحاجات حلوه قوي عشان عيد ميلادك. ما انا بقى انا هي بقى هي دي. ها بورد، دي بورد. ايه دي بورد؟ ايه لازم؟ انا عارفه، انا بقول لك بقى لو ما جبتهاش بره بره. انت زلتيني بالسوبر ستودنت، زلتيني والله. طب تعالي انت سوبر. واو انا والله زهقت، ما تجيبيش سوبر ستودنت تاني. ده ايه ده؟ بتاع الضوافر؟ اه ضوافر، حاجات حلوه قوي. تعملي كده غزه، انا شايفه ان هنا مفيش حاجه ليكي اصلا. لا في انت كده الحاجات المهمه والضابط. غزه بصي الكوتشيات هنا حلوه قوي في نايك، حلوه قوي. وفي اديداس برضو، شوفي اختاري. ما هو هنا بيقول لك مفيش مقاساتك يا ماما، بيقول لك اللاين ده بس هو المقاساتك. مفيش حاجة عاجباك هنا؟ اتفضلي، انت عايزة تروحي اديداس صح؟ اتفضلي. انت عايزة اديداس؟ تعالي تعالي. يعني بصي فاضل كده، هو كده. دي
هما دول بس الاشكال اللي عجبكي؟ اوكي اوكي. طب ما بيقول لك مفيش السايز بتاعك، طب نعمل ايه؟ تعالي تعالي اوديك اديداس. طيب هوديكي كارفور الاجازه اللي جايه وشوفي اديداس اللي في كارفور. ما هنا مفيش حاجه عجباكي، طب انا اعمل ايه؟ هو مش ذنبي اصلا. مفيش حاجه عجباكي، طب انا اجيب حاجات منين؟ يلا 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 بينا. انسان قالي غزل. طب اسالك سؤال، انا دخلت جوه حاجه عجبتك قلت لك عليها؟ لا انت ايه؟ ايه ده؟ والله انت قلت ما قال لك مفيش مقاسك، اعمل لك ايه طيب؟ والله العظيم يا بنتي انت مقاساتك اللي في الناحيه دي، المقاسات دي كبار بس. انا اعمل ايه؟ هو مش بايدي اصلا، هو بايدي يعني. ثواني يا تيتو، والله لو في مقاسك كنت جبت لك اللي انت عايزاه، مفيش مقاسك والله العظيم. تاني برضه هو قال لك المكان ده بس اللي فيه مقاساتك، المكان التاني مفهوش. يلا يلا ايه اللي عاجبك بقى؟ اوكي هو هيبقى قصير اصلا وهيبقى مبين البطن، فطبعا اكيد نوم. تعالي شوفي هنا حاجات هنا كده، بصي شوفي البنطلونز دي حلوه قوي، عاجبني قوي البنطلونات دي، كل حاجه حلوه بس شكلها شيك. بصي الجاكيت ده. نعم بس الشتا دخل قوي، مش فاهمه انت عايزه ايه. انا عايزه حاجات من دي بس الشتا دخل. ما هو بيلبسها في الشتا، بيلبسوا تحتيها مثلا هاف بوت وكلون زي ما انت لابسه دلوقتي. انت ليه ما قلتليش من ده؟ حلو قوي الابيض ده، البنطلون الابيض ده لو تاخديه عليه بلوفر يبقى شكله حلو قوي عليك، او على ايه؟ عليه جاكيت جلد وايت. طب بصي ده مش كده. نو 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 نو. الله عظيم، ده حاجه قصيره وهتقعدي جسمك هيبان وكده. تعالي كده حلو الاحمر ده قوي يا غزل. بصي يا غزل الاحمر ده على بنطلون اسود من ده يبقى تحفه عليك زي القمر هيبقى. ها هنشوف، هنكرر هنشوف هنكرر. انت لسه ما قررتيش يعني؟ اوكي. لا ماما بصي شفنا بنطلون، مش بنطلون اصلا. بصوا سوى بنطلون بس عامل ازاي؟ ده فتح، ده بيبان الجسم. مش بيبان الجسم بس، ده مش ملبوس اصلا. بيج يعني؟ حلو. اوكي. ده بس ده صبيان. ايوه عارفه والله. في حاجات حلوه جدا انت لو ركزتي بجد، في حاجات تحفه. طب ما تشوفي تقولي لي انا. تعالي كده. حلو قوي. بس ده ترنج. لا. ترنج والله ترنج. ترنج والله والله ترنج يا بابا. انا عارفه. تعالي. حلو الكوتشي ده قوي يا غزل. ده قلتي لي عليه حلو قوي. تعالي بس اوريكي انا ايه اللي عاجبني. تعالي اوريكي ايه اللي عاجبني. عاجبني قوي ده الاحمر، وعليه بنطلون بنطلون اسود يا من ده يا ده. ها حلو قوي، لذيذ لذيذ. ماشي هنشوف عليه حاجه ونجيب. تعالي تعالي بصي بصي، حافظه مكانها من المره اللي فاتت. ها بصي هي دي اللي عجباكي يعني؟ اوكي. انت شايف فيها شاي بلبن مثلا ولا سحلب؟ او ميه سحلب. دي بتاعت حاجات سخنه، مش دي بتاعت حاجات سخنه؟ دي بتاعت حاجات سخنه؟ لا بتاعت حاجات سخنه. لا ايش؟ لا قالت اه ماشي. انا شايف فيها كاكاو وسحلب وشاي. وريني شوفها، انا عايزه اشوفها. طيب دي عجباكي يعني؟ كبت ايه؟ كبتين. مبسوطه يعني دي عجباكي؟ بس عايزه حاجه. اه انا لسه شفتها عندهم. الله يسلمك يا بنت، انت يا خالتي بحبها قوي. تعرفي عايزه تبقى طبيعيه واحد شبه، كل ما اشوفه بسلم عليه قربت لي مسافه كبير ما اشوفوش بسلم عليه. دي بعشقها وبيقول لي هي ماتت. بيقولوا ماتت؟ طب ان اللي رجعوني. يلا بينا. دي تعالي بس كده يلا. تعالي شوفي يا زن كمان هتجيب ايه. يلا دي دافي قوي، دافيني في الشتا.
تشتري ايه يا يزن؟ كنت عايز اشتري. قوليلي اخترت ايه دي؟ سلاحف النينجا. واو سلاحف النينجا حلو قوي يا تيتو. انت هتختار سلاحف النينجا؟ اه. ها؟ انا بتفرج عليها. تتفرج على سلاحف النينجا؟ حلو قوي. ماما يا ماما يا غدا هتشتري حاجة زي اخت ولا لا؟ ايوه جيب اللي انت هتجيبه. سلاحف النينجا. ما تختار ايه طيب؟ لا بعد يلا انا اختار هالك. هالك اختار هالك. بس هو بيشتغل ولا لا؟ مش عارفه. لا هالك ما بيشتغلش. عامله ايه؟ ماما كوكالا كوتشي بيسمي ده. كوكالا كوتشي كوتشي من جديد. لا كوكالا كوتشي بيسمي ده. No way. انت جبتي لعبتك خلاص. هما لسه ما جابوش. بصوا بصوا قولوا لطنط على الحاجه اللي انت عايزينها وطنط تطلعها لكم. صح كده؟ بس كده. واحده بالونه كمان. انت عايز ايه؟ اختار بالونه ولا لعبه؟ ماما عايز اختار بالونه. استني يزن. انا عايز بالونه. يزن انت عندك بالونه. هي يعني هتاخد بالونه بس؟ اه خد بالونه. دي فرقه. عايز لا دي فرقه. استني بس ما تقلقيش. يلا انت خدت ايه؟ خدت ايه؟ طب استنى. طب هي هتجيب لك. هيطيروا هيطيروا. هي عايزه بالونه. سبايدر مان. ما فيش حاجه تاني سبايدر مان؟ لا والله ما فيش سبايدر مان. استنى